قال لك ايه؟ العب باتنين راس حرب، وراح منزل احمد غريب وحسام حسن، وكمان احمد غريب نزل على حساب كريم فؤاد. ولكن المغامره دي اتت بثمرها. بص الاول خليني اقول يا كابتن ان ان النتيجه جيده جدا طبعا، صحيح مما لا شك فيه. انت بتتعادل مع نادي الاسماعيلي، انت مهم جدا بالنسبه لك انك ما كنتش تخرج خسران، حتى وان كان الاداء سيء او الاداء غير مقبول او الاداء فيه كلام او 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 او، لكن الاهم انك انت حتى في الماتشات الوديه تخرج برضه بنتيجه جيده بالنسبه لك. يعني نتيجه التعادل بالنسبه للنادي الاهلي اعتقد مع فروق طبعا ان عندك كم لعيبه ما بتلعبش، مع ان انت بتلعب بالناشئين والاسماعيلي بيلعب فول تيم، هو زي ما اتكلمنا ما بين الشوطين قلنا الاهداف مختلفه، هو عايز يكسب النادي الاهلي حتى لو بالناشئين، وانت برضو بالناشئين مش عايز تخسر من النادي الاسماعيلي، يعني الاهداف بالنسبه لك بالنسبه لنا احنا مختلفه، انت لو بتلعب فول تيم ما بنكسب الفرق دي 3 4 مستريح، أيوه. مستريح 3 4 يعني ياخدوا 5 كمان، يعني من وجهه نظري الشخصيه تمام. بتكلم اما برضو يعني تفرق وانت بتلعب برضو بلعيبه ما عندهاش الخبرات، ما عندهاش الاحتكاك، ما عندهاش القوه البدنيه، ما عندهاش اللعب في الدوري الممتاز، يعني اشياء كتيره جدا تفتقدها اللعيبه دي، بخلاف روح النادي الاهلي اللي موجوده في كل وقت. يعني انت لعيبه عندها الاصرار، بتكمل الدقيقه 90 بتكسب، بنالتي بتكسب، بس بتتعادل قصدي، لكن قدرت ان انت تسجل وتنهي المباراه بالتعادل يعني. لكن الروح احيانا بتغطي على بعض الحاجات اللي حضرتك قلتها. في اوقات كتير، مش احيانا، في اوقات كتير الروح بتغطي، يعني بتغطي على المشاكل الفنيه. لما الالتحامات الكوره بنتكلم عليها، الشوط الاول ما كانتش موجوده، اتواجدت الشوط الثاني بشكل اكبر. بقيت عندك دافع، انت بقيت عايز بتسعى للتعادل في اوقات كتيره جدا. جات لك فرصتين ثلاثه كان ممكن تسجلهم، حسام حسن جاله فرصتين، واحده بدماغه واحده برجله، الاسهل كانت برجله انه يسجل منها هدف. وتاني هكرر اقول حسام حسن محتاج ان هو يشتغل على نفسه كتير جدا، يعني كرة القدم بتدي للمجتهد، انا دي نصيحة، انت النهاردة في فرصة بالنسبة لك انك ترجع بشكل كويس بدنيا وفنيا، انت بتلعب اساسي، انت بتلعب في النادي الاهلي، فلازم تركز تبقى على قدر يعني مكانتك جوه النادي الاهلي يعني تمام. اما النتيجة بالنسبة لي فنتيجة مرضية جدا جدا جدا، انا ما كنتش حابب ان الاسماعيلي يطلع كسبان حتى ولو كانت مباراة ودية، لان اللي هيقال هيتقال او التاريخ هيسجل ان في كاس الرابطه اتلعبت مباراه ما بين النادي الاهلي وما بين الاسماعيلي، والاسماعيلي كسب النادي في اولى مباراه كاس الرابطه، فالحمد لله ان احنا تعادلنا. بشكر الولاد على الاداء، واحده واحده الامور هتتظبط افضل من كده، مع برضو تدعيم من مستر موسيماني، وده اللي انا يعني عايز اشير اليه في اللقاءات اللي جايه، ان لازم يحصل فيه تدعيم عشان ما تسيبش الفرقه كلها تبقى ناشئين. يعني ما ينفعش انت بتلعب فول تيم قدام فرقه زي الاسماعيلي او قدام الجونه او قدام اي فرقه من الفرق اللي بتلعب في الدوري الممتاز، واحنا بنلعب كامل العدد بالناشئين او باستثناء لعيب او اثنين، لا لازم يبقى في بعض التدعيم، يبقى اتليست 5 من اللعيب من الفرقه الكبيره عشان يبقى في توازن شويه تمام. لا انت في الاول وفي الاخر بتلعب باسم النادي الاهلي. صحيح. طيب تعال نروح لزميلنا محمد.